مهما عدت النظر فيها أجد أني حصلت على علامة 100. أستاذ! لقد قمت بتدقيق جميع الأجوبة يا نوبي، وقد حصلت على علامة تامة بجهدك. أحسنت عملا يا بني. أجل، قمت بشيء لم أستطع القيام به من قبل. لقد درست جيدا، فنلت علامة تامة. أريد أن يراها الجميع. أنا أحب اللحم كثير التوابل. سونيا عملاق. وأنا أحب الدجاج المقلي. لا، لن أريهما شيئا، فالتفاخر أمر ليس جيدا. سأجعل الأمر يبدو مصادفة. هل تعلم أن تناول الفاكهة والخضار مفيد جدا لصحة الجسم؟ هذا صحيح، ولكن يجب علينا غسلها جيدا قبل أن نتناولها. إنها ورقة اختبار، لا شك أن أحدهم أوقعها هنا. إنها علامة 100. بما أنها علامة 100، فمن المستحيل أن تكون لنوبي. صحيح، هيا بنا. هيا، مكتوبا هنا اسم نوبي نوبيتا. هذا يدل على أن العلامة ليست 100. لا شك أن هناك خطأ في العلامة أو الاسم. شيزو، لو أني حصلت على علامة 100 في الاختبار، فهل تصدقين هذا؟ صفر. لا بأس، ستدرس بجد وتنال علامة جيدة في المرة القادمة. أبذل جهدك في المرة القادمة. أدرس دراسة جيدة، أراك لاحقا. أمي! لا تصرخ، فرأسي يؤلمني، لا أريد رؤية ورقة الاختبار. انظر يا دورايمون، انظر إلى هذا، إنها علامة 100. ماذا؟ هل غششت في الاختبار؟ لماذا؟ لماذا؟ لا أحد يصدق بأنني حصلت على علامة 100. أنا آسف جدا، لقد قلت ذلك من غير قصد. ولكن حصولك على علامة 100 دليل على أنك درست وبذلت جهدا كبيرا لكي تنال علامة تامة. لا بأس، لا عليك، لا شك أن علامة 100 كانت خطأ لا غير. سأنام لأحصل على علامة 0 مرة أخرى. جرحت شعوره، سأفعل شيئا ما. الآلي بي آر. مهمتي أن أخبر ناسا بما تريده وأن أجعلهم يصدقون الأمر ولا يشكون في صحته أبدا. أعلم، لذلك أخرجتك. أخبر الجميع أن نوبي حصل على علامة 100 ودعهم يقومون بمدحه. على أي مستوى تريد أن ينتشر الخبر؟ ضعيفا، متوسط، جيد، ممتاز؟ الممتاز. وابدأ أولا بوالدة نوبي. لقد فهمت. الناس يصدقون ما يرونه في التلفاز ويقرؤونه في الصحف. سأستعمل وسائل الإعلام، فهي الطريقة الأفضل. أعتمد عليك. لدينا خبر عاجل، حصل نوبي نوبيتا على علامة 100 في الاختبار. ماذا؟ تنهال من كل يقصد ابني نوبي؟ بسبب هذا العمل الذي يدعو إلى حقا ما تقول؟ أجل، إنها الحقيقة. هذا ليس حلما، لقد حصل نوبي على علامة 100 في الاختبار. هذا جيد، تابع عملك. دعي الأمر لي. لا شك أن القطاطة تنتظرني. هل سمعتم الأخبار؟ حصل نوبي على علامة 100؟ لم أكن أتوقع أن نوبي سيفعل هذا. أنا أيضا حصلت على علامة 100 أكثر من مرة. من الطبيعي أن تحصل على علامة 100 يا سونيو. أما نوبي فمن المستحيل أن يحصل على علامة 100. صحيح. ما الفائدة إن تحدث الأطفال عن الأمر؟ سأنشر الخبر أكثر وأجعل الجميع هنا يتحدثون عنه. ما رأيك فيما فعله نوبي نوبيتا أيها العلامة؟ لقد حصل نوبي على علامة 100، وفي الحقيقة هذا شيء غير متوقع. إنه حدث بلا سابق إنذار، إنها عجيبة حقا. فهذا الولد لم يكن مجتهدا من قبل، أمر عجيب حقا. هل تتابعين التلفاز؟ هذا مؤكد، حصل نوبي على علامة 100. 100 علامة. لقد انتشر الخبر على نطاق واسع، ولكن لن أدع الأمر يقف هنا.
سأنشر الخبر على نطاق أوسع. إلى العمل. أخبار عظيمة، أخبار غير متوقعة، نوبي يحصل على علامة المئة. نحن الآن أمام مدرسة العبقري نوبي. أنتم أيها الصغار، أنتم أصدقاء نوبي أليس كذلك؟ أخبروني عنه قليلا لو سمحتم. أجل، نحن أصدقاؤه. في الحقيقة كنت أعلم أن نوبي سيصبح مشهورا في يوم ما. بصراحة إن نوبي يبذل جهدا كبيرا. نوبي هو صديقي المقرب، دعني أتحدث أكثر عن نوبي. إنه صديقي. ما سبب هذا الضجيج؟ مياو مياو، أنا آسف جدا. مياو مياو. أجل. نعم. نريد أن تنضم إلينا في برنامج خاص لكي تخبرانا عن ابنكما نوبي، هل ستقبلان هذا؟ أجل نقبل. أجل بلا ريب. أيها الجيران الأعزاء، أرجو منكم أن تهنئوا المجتهد نوبي، نوبي الذي حاز على علامة المئة. أرجو منكم أن تهنئوه من كل قلوبكم، إنه مجتهد جدا. أمي، هل أصبح الغداء معدا؟ أما الآن سنقوم بتغطية الخبر. ننتقل إلى مراسلنا. ماذا؟ الآن إنها ليست هنا، سنتابع الحدث. لقد تركت التلفاز يعمل وغادرت. الآن نقوم بتغطية مؤتمر صحفي طارئ يقيمه رئيس الوزراء. ترى هل حدث حادث ما؟ بسبب حصول نوبي على علامة 100، قررنا بالإجماع جعل هذا اليوم يوم نوبي وإعلانه عطلة وطنية في بلادنا. سنجعل من هذا الفتى الكسول. هل قال يوم نوبي؟ وعمل بجد كي يحصل على علامة 100 قدوة للأجيال، كي يقتدوا به ويأخذوا حذوة. هذا ما سنفعله، سنفعل كل شيء من أجلك. ما هذا الذي يحدث؟ ما هذا الذي كبيرة؟ الآلي بي آر بالغ في نشر الأخبار. ومن الآلي بي آر يا دورايمون؟ مبارك يا نوبي، مبارك يا نوبي. ما الذي يجري؟ قل لي ماذا يحدث يا دورايمون. أردت أن أعلم الجميع أنك حصلت على علامة 100. أوقف هذه البهزلة الآن. لقد بالغت في الأمر. حقا؟ أنا أعتذر. تراجع عن كل شيء فعلته وكأن شيئا لم يحدث. هيا بسرعة. حسنا، سأتراجع عما فعلته وكأن شيئا لم يحدث. لماذا نحن في هذا المكان؟ ماذا أفعل هنا؟ لماذا أنا أمام منزل نوبي؟ لا أعلم ما الذي يجري هنا. واجهت كثيرا من المتاعب اليوم. أنا آسف، لم أتوقع أن الآلية بي آر سيبالغ في الأمر هذه المبالغة. لست ممن يجدر بهم الحصول على علامة 100. نوبي، العشاء معد يا بني. نوبي، لقد غطى باكرا في النوم هذا المساء. يا إلهي، عاد لإخفاء ورقة الاختبار عني ثانية. مئة علامة؟ ما الأمر يا أمي؟
نوبي، ما هذه العلامة يا بني؟ هيا اقرأها. علامة مئة. حقا مئة علامة؟ لقد بذلت جهدا كبيرا، أحسنت يا بني. هذا رائع، سأعلقها على حائط غرفة الجلوس. لا 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 لا، دعني لكل هذا يا أمي. إنها علامة مئة، مئة، حتى لو كانت مئة. كأني أحلم حلما جميلا. حسنا، سأعلم والدك. عزيزي، دعني لكل هذه الضجة. أمي، إنها علامة مئة. كنت أعلم أن نوبي قادر على فعلها. أنا ابنك يا أبي.